بيكم أصدقائي الأعزاء، اللي معانا النهاردة نموذج جميل من نماذج تحدي الإعاقة. صعوبات كتير وتحديات كتير بيقابلها أصدقائنا من ذوي الإرادة، لكن بقوة إرادتهم وعزيمتهم قادرين على تخطيها وتجاوز كل صعب. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية، بقوة إرادتها وعزيمتها رفضت كل أمل ورضا تعيش صديقتنا الجميلة بطرف سنوان. الإعاقة شيء صعب، لكن الأصعب هو عدم التأقلم والتعود عليها. وصديقتنا الجميلة نجحت في تحدي الإعاقة ومواجهتها بكل شجاعة وعزيمة وسرور. ممكن يكون صعب التعايش مع الإعاقة، لكن مش مستحيل. وكل يوم بنقدم لكم نماذج من أصدقائنا من ذوي الإرادة، رفض الاستسلام لليأس والاعتراف بالهزيمة، رفض الاستسلام لليأس ورفع راية الهزيمة، تتحدى العواقب كل شجاعة وعزيمة وإصرار، ابتسامة جميلة.